متتبعي قناة زمن جدتي، جبت لكم هذا النهار واحد وصفة سهلة اللي هي وصفة الكريب. نخليكم تكتشفوا معايا الوصفة. ثلاثين غرام ديال السكر، ساشي ديال الفاني، رشة ملح، سيترو حليب، واحد المعلقة كبيرة هكا زبدة دايبة. وبالنسبة للحشو نحتاجو واحد جوج بنانات هكا مقطعين، نحتاجو شوية الكراميل زائل، نحتاجو الشيكولا دايبة، بيناتهم هكدا دير واحد الحفيرة هكدا في الوسط. غادي نهرسو ربعة ديال البيضات باش نضيفوهم لهم. بسم الله. صافي نخلطو، نخلطو هاد المجموعة هكا، البيض مع هاد الفرينة مع القادير، حسن نخلطوهم مزيان، عطينا واحد الخليط شوية متجانس، ولكن ماشي متلوق بزاف، على هكدا. صافي نبقاو نزيدو شويه بشويه الحليب، اي شويه بشويه باش ما يتكورناش الخليط. تندخل هذا الحليب كامل سيوترو، ما تخافوش الا تكور لكم ولا ماشي مشكل، غادي فاش نديرو كاع الحليب غادي يجرى ونقدروا نصفيوه. تزيدوا الحليب، ومشيو هكا حتى نكملوا كاع الحليب ديالنا. مع هكا دقات نكملوا الحليب ديالنا، والحليب خصو يكون بارد. الو غادي نزيدو له معلقه ديال الزبده ذائبه، ها هي نخلطو. نحطو الاخر ديالها ونحطوها هكا، غادي نخليوها طيب على الوجه الاول حتى كنشوفو هنا بدات تحمر هاد القنوطه، هادو هاد الحاشيه هنا ديالها تبدا تحمر، عاد نقلبوها صح شويه بخاطر. صاي هكا هي بدات تتحيد، هي كي سخنات مزيان من هنايا حمرت، غادي ندورو هاكا هاد السباتولا معاها، نسعفو معاها بشوية هاكا ونقلبو باش طيب من الجهتين. الطياب ديالهم غادي ندوزو للحشو على حسب الذوق، وهذا الشيء حنا درناه احتفال، كسرنا واحد العاده، حنا توالفنا الاطفال نحتفلوا بهم غير فاش ينجحوا غير كيكملوا الدراسه، حنا كسرنا هذه العاده بغينا نحتفلوا بهم حتى في الدخول المدرسي ديالهم. دروك غادي ندوزو للدغيساج نشوفوا كل واحد شنو بغى على حسب الذوق ديالو. ديروا شويه ديال الكراميل هكا، ها
خلاص هكا ندير لك شويه الشيكولا من فوق. نقطعو له شويه الشيكولا هكا شوكولا. ندير لا كريم فريش. من فوق كي جاتكم زوينه الوصفه مزيانه. امين الله يحفظكم اودي بصحتكم وراحتكم والعقبال العام الجاي والعقبال النجاح نتاع اخر السنه وندير لكم ما احسن ندير لكم شي وصفه جديده. مرحبا بكم عندي.